ونقدم كبسة دجاج الروضة السريعة. في قدر أو قلاية عميقة بنسخن الزيت ونضيف الزبدة، أو إذا حبيتوا ممكن نستعمل السمن. هنضيف القرنفل الصحيح، الهيل والكزبرة والكمون، عود القرفة وأوراق الغار. هقلب البهارات مع بعضها لغاية ما تتصاعد رائحتها الشهية، ونخلي بالنا نكون بعيدين عشان ما يتناثر علينا البهارات. هضيف البصل وأقلب شوي، هضيف الثوم والزنجبيل، وأقلب برضو شوي. هضيف الفلفل الأحمر حسب الرغبة ونقلب برضو لتختلط كل هالمكونات مع بعضها وتتشوح عشان نحصل على طعم لذيذ. هضيف الجزر وبرضو أقلب. هضيف صدور دجاج الروضة وأقلب مع المكونات هذه كلها. هستمر بالتقليب لغاية ما يصير لون الدجاج أبيض عشان ياخد نكهة البهارات اللذيذة. هضيف الطماطم ومعجون الطماطم، وهضيف الماء أو المرق، الفلفل الأسود، وخلي المرق ليغلي. هضيف الرز وقلبه كويس وسيبه يغلي لمدة دقيقتين أو ثلاثة. هنغطي الكبسة ونسيبها على نار هادية إلى أن تنضج ونشوف الطبق النهائي. وزيد رمضانك بركة مع أطيب طبق من دجاج الروضة.